مرحبا، أهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقات رمضان زي ما عودناكم. راح أكون اليوم أنا وزميلتنا نسرين إن شاء الله ضيفين على ضيفتنا العزيزة. راح نكون إحنا ضيوف عندها لأنه إحنا راح نكون الآن في المغرب العربي، في بلاد الكرم، بلاد العطاء، بلاد الخير. حابب أنا أرحب بشخصية مهمة تتكلم اليوم عن موضوع مهم وهو الفولكلور المغربي، الفنانة ليلى المريني. أهلا وسهلا فيكي أستاذة أهلا ليلى. أهلا فيكم أهلا فيكي وألف ليلى، مرحبا، نورتينا. ورمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية، يا رب الصحة والهنا وطول عمر يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. طبعا اللي بنسويه احنا في كنار تي في بنحاول نسلط الضوء على الفولكلور الشعبي لجميع الدول العربية. بدأنا في الفولكلور الفلسطيني، إن شاء الله راح يكون عندنا الفولكلور الأمازيغي الأسبوع القادم والفولكلور المصري، أهلا واليوم وسهلا. سنتكلم عن الفولكلور المغربي. الفولكلور المغربي فولكلور وتراث متأصل في أهل المغرب، والحمد لله قدروا واستطاعوا بغض النظر عن الاستعمار الفرنسي والبرتغالي، استطاعوا أن نعم يحافظوا على، يمكن من أكثر الدول العربية اللي حافظوا على الثقافة والفولكلور تبعهم، خاصة عن طريق الغناء والموشحات والأندلسيات. نعم أنا معلش أعطوني دقيقتين لأنه السيرة الذاتية للأستاذة ليلى ليست بالبسيطة، ولازم نعرف الجمهور من هي الأستاذة والفنانة القديرة ليلى المريني. الله يحفظك. هي الصوت النسائي المغربي، إنسانة مثقفة ومبدعة، تؤمن بأن ما يخرج من القلب يجب أن يمس القلب، لذلك فهي تغني بجوارحها قبل أن تغني بصوتها. سميت بشادية الأدب المغربي، وأنا أسميها ملكة التراث الأصيل. الله يخليك. هي هرم من أهرام التراث الأندلسي المغاربي، تخصصت في نوع من الأدب أو الغناء والفن المغربي يسمى الملحون، وسنتكلم عنه اليوم، وفن المديح، مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. قامت بتدريس هذا الفن في معهد الفنون أعتقد في المغرب، وتكلمت عنه في عدد كبير من الجامعات العالمية سواء في أمريكا أو في أوروبا، وكانت ضيفة عليهم جميعا، وكان لنا الشرف اليوم أن نستضيفها. فباسمكم جميعا، باسم الأستاذة نسرين، نرحب جميعا بضيفتنا العزيزة في بيتها وفي بيوتنا، الأستاذة ليلى المريني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك والله العظيم. أولا مرحبا نسرين، وسعيدة مرحبا، جدا وأنا أني أسعد أنا أكون جدا. معكم يعني في هذا اللقاء الجميل، واللقاء إن صح التعبير هو لقاء عائلي، لقاء يعني لقاء فيه محبة وفيه نوع من الاشتياق. دكتور جمال، أخجلتني بهذا يعني التعريف وهذا النبذة اللي أعطيت على ليلى المريني. والله العظيم أخجلتني، وأنا سعيدة جدا أنني موجودة معكم في هذا السمر الفني الثقافي الذي من خلاله سوف نسافر أو نبحر نوعا ما في ألواننا التراثية المغربية. أهلا بك ليلى. أنت تستحقين أكثر من ذلك أستاذة ليلى. الله يحفظكم، الله يحفظكم يا رب. أستاذة نسرين، إذا بتحبي تبدأي ليلى، بالأسئلة. نعم. حابة أول شيء أرحب فيكي طبعا مثل ما قال الدكتور جمال، ويعني أثني على كلامك كمان أيضا. أرحب فيكي أولا، وثانيا بحب إنه ليلى تعرف جمهورنا الذي يشاهدنا في يعني جميع
بكندا أو في أمريكا، أن نعم تعرفيهم عن نفسك. من هي ليلى المريني وكيف كانت بداياتك الفنية؟ تفضلي. حاضر من عيوني. ليلى المريني صوت من الأصوات النسائية المغربية العاشقة للتراث والمحبة للتراث المغربي الأصيل. ليلى المريني ابنة مدينة مكناس، العاصمة الإسماعيلية، مدينة الفن، مدينة التراث، مدينة الأذكار الربانية والصوفية. يعني كل هذه المؤثرات كانت السبب في الله أكبر خير إن شاء الله كانت سبب خير خير كانت خير سبب تمام. خير إن شاء الله خير كانت سبب في نشأة ليلى المريني، وفي يعني اهتمامي بهذه الألوان. أنا كما قلت بنت مدينة مكناس، وأصولي أصولي بالضبط من المنطقة اللي هي يسمونها سجل ماسة، أوكي، اللي هي مولى علي الشريف، اللي هي منبع ومهد هذا الأدب الغنائي الذي هو أدب الملحون. يعني تربيت في وسط عائلي محب للتراث، محب لكل ما هو جميل، يعني للكلمة والكلمة الموزونة. وأنا كانت بدايتي يعني وعشقي كان الغناء الملتزم. أنا لما كنت صغيرة يعني كنت أحفظ المرسي الخليفة، الأميمة الخليل، جوليا بطرس، أعشق صوتها. يعني كنت أستمتع وأنا يعني أحفظ الغناء الملتزم، الغناء الراقي اللي فيه الكلمة وفيه اللحن وفيه الشعر. كذلك كان ميولي للغناء الطربي، يعني عاشقة للسيدة وردة الجزائرية، أسمع عبد الحليم، أسمع أم كلثوم، يعني كل العمالقة ديال الفن الجميل. كذلك الفنانين في المغرب، الأسماء الرائعة اللي عندنا في المغرب، يعني تشبعت نوعا ما. وهذه المؤثرات يعني ساهموا في تكوين شخصية ليلى المريني، ومن هنا بدأت البداية. يعني البداية كانت عشق للطرب وعشق الغناء الملتزم، من بعد هذا العشق يعني تسقل بالدراسة الأكاديمية للموسيقى طبعا، وتثقل كذلك بالبحث العلمي الأكاديمي اللي لحد الآن يعني لازلت أجتهد في هذا الجانب. أنا بدي أسألك سؤال، أين ترين التراث والفولكلور المغربي الآن على الساحة العالمية؟ هل هو متواجد؟ هل هناك من يحب الآن، خاصة في الفترة الحديثة؟ للأسف أنا بدي أحكي الفن الساقط، لأنه للأسف يعني كثير من نعم الأغاني نعم دمرت شبابنا نعم وأبعدتهم عن أصولهم نعم وثقافتهم. أين ترين الوضع الآن؟ والله العظيم يعني الألوان التراثية الغنائية بصفة عامة. أنت دكتور جمال حكيت يعني عن التراث بصفة عامة للدول العربية. أنا سوف أقول بأنه مع هذا الزخم من هذه الأغاني سهلة الاستهلاك، يعني مع هذا الزخم من الأغاني اللي مع الأسف يعني تزعج في الأذن ولا تطرب ولا نفهم منها أي شيء، جملة موسيقية تتكرر وكذلك شعر، يعني مع صحيح. الأسف مع الأسف يحز في الخاطر. أرى بأنه الألوان التراثية بصفة عامة يعني مهمشة مهمشة نوعا ما. لماذا أقول مهمشة نوعا ما؟ لأنه يعني لم تأخذ حقه يعني ما خدش حقه. المكانة، نعم لم تأخذ المكانة ديالها، لم تأخذ يعني شكلها الذي تستحقه. لأن عندما نقول تراث نقول هوية، نقول تاريخ، نقول ثقافة، نقول حضارة. إذا تخلينا يعني على التراث
فإذا نكون بدورنا نتخلى على هويتنا، نتخلى على ثقافتنا، نتخلى على حضارتنا، وهذا سيء يعني مع الأسف، ممكن يعني يؤثر على الألوان التراثية، لأنه الألوان التراثية في الدول العربية لما كنحكيو عليها الكل، أو لا أتواصل مع الباحثين والمهتمين، الكل يقول نحن نعاني من قلة أو من عدم يعني الاهتمام بهذه الألوان التراثية الجميلة. كما قلت، لأنه بالنسبة لي التراث هو الهوية، والهوية هي التراث، يعني ملتصقين فيما بعد. صحيح. أنا كان عندي سؤال نعم ليلى، نعم بما أنك ذكرتي الملحون المغربي، نعم بنحب نسمع منك مقطع وتعرفينا وتعرفي الجمهور اللي عم يحضرنا ما هو الملحون المغربي، تفضلي. لما أحكي على الملحون المغربي فإني أحكي على حضارة المغرب، وأحكي على ثقافة المغرب. هذا اللون الذي عشقته أنا يعني منذ الصغر، بحكم أنه في المناسبات وفي المناسبات العائلية لازم ما يكون في موسيقى الملحون وموسيقى الآلة والأذكار العيساوية الربانية، يعني كل هذه المكونات تجعلني أتحدث على هذا اللون الغنائي الأدبي بحب وبشغف. لماذا؟ لأنني أقول أن أدب الملحون هو شعر نظم ليتغنى به، يعني أدب الملحون ليس فقط يعني حتى الكلمة فيه لحن، يعني الاسم دياله الملحون يعني فيه لحن، فيه موسيقى. بغض النظر يعني على الآلات الموسيقية، فعندما نسمع القصيدة المغربية أو الشعر المغربي، لأن أقول أن الشعر هو علم العرب، لكن الملحون هو علم المغاربة. يعني أنا أفتخر أنه في المملكة المغربية عندنا شعر وعندنا أدب بهذا اللون الجميل، الذي كما قلت يستهوي للدراسة والبحث العلمي الأكاديمي. شوقتينا يعني لكي نسمع. والله العظيم، وعندنا جملة بالدارجة، يعني كنقولوا بأن الملحون فراجته في كلامه، يعني بالدارجة المغربية. خرجت نعم، بكلامه. حلو. فراجته في كلامه بغض النظر عن الموسيقى، يعني الفرجة تكمن في الشعر، تكمن في القصيدة، وهو مدرسة يعني أدبية جميلة جدا، نشأت عن ظروف تاريخية. وكما قلت يعني كانت الولادة في مهد أرض أجدادي، يعني في سجل ماسا، كانت الولادة في سجل ماسا، وبعدها ترعرع في المدن العتيقة، ترعرع بمدينتي التي ازددت فيها وأكن لها كل الحب والاحترام، مدينة مكناس. ويا رب تجي الظروف وتشوف عندنا المغرب وتشوف يعني إن شاء الله هذه إن شاء الله. الأوصال يعني مثل الجميلة. القدود اللي بحلب، مثل القدود الحلبية بسوريا، نعم نعم مثل القدود الحلبية، يعني القدود اللي مصدرها مدينة حلب يعني بسوريا. صح صح صحيح، برضه عندنا الملحون المغربي اللي أصله من مدينة يعني مكناس، صح؟ يعني هو المتبع من سجل ماسة، لكنه سلمى، صحيح. تربى في المدن العتيقة، تربى بمدينة مكناس، فاس، مراكش، سلا، أسفي، أزمور، يعني المدن اللي عندها تاريخ وحضارة، يعني احتضنت هذا اللون الغنائي الجميل اللي هو أدب الملحون. نسرين، يعني أنا تشوقت لسماع شيء من هذا، شو صحيح. رأيك؟ وأنا أيضا تحبون تسمعوا مدح غزل؟ يعني شو؟ مدح مدح مدح، يلا مدح الرسول صلى الله عليه لأن وسلم. الشهر الكريم أكيد بنحب نسمع مدح. أكيد أكيد، بما أنه يعني نحن في هذا الشهر المبارك، سوف أنشد قصيدة زوجنا في حماك. زوجنا في حماك اللي هي تعتبر من القصائد الجميلة، واللي يعني تدخل في غرض المدح، لأنه الملحون عنده عدة أغراض. ونقول بسم الله.
ذوقنا في حماك جود يا محمد يا طه، يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. هاد عليا وحش الرسول داتي الفراق فناها، هاني بين التلج والله ضاق قلبي يا مقواه. لوكس دا في أرض فاس عالم بها مولاها، الروح في طيبة طيبة عقلي حاروتا. نطلع لجبل عرفة المبهج ونفوز بالنجاة أسيدي، ونفوز بالنجاة نظرك مقام رفيع الدرج فضي والدجا أسيدي، فضي والدجا نتكنا في الحين بالحاج ويكمل الرجا أسيدي، ويكمل الرجا. يا رسول الله شوف نفسي غرقت في خطاه، يا رسول الله فوق عبدك من يد عداه. سيدي رسول الله والجوارح دابت من داها، أحبيب الله ساكنين هنا بعد شقاه. سيدي رسول الله ناظم الحلة ليك هداها، رسول الله قال عبد الهادي في الغاه. سيدي رسول الله والسلام من جماع الفقاه، رسول الله للشرف أهل العز وجاه. أذوقنا في حماك جود يا محمد يا طه، يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. أذوقنا في حماك جود يا محمد يا طه، يا بحر التعظيم والفضل يا الله رسول الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. الله الله الله. في سؤال؟ دسمتي بصوتك يعني صورة بديعة، يعني أنا قاعدة هنا الله معك وبتخيل يعني الله أخذتينا في رحلة، يسلمك، الله فعلا يسلمك أخذتينا في سعيد، رحلة. الله يسلمك، الله تفضل يسلمك. دكتور جمال. في سؤال لبعض الأخوة، بتعرفي أهل الشام يستصعبوا اللهجة المغربية، إيه فممكن نعم تشرحي لنا بعض الكلمات للأغنية؟ أوكي، يعني الشاعر يقول ذوقنا في حماك جود يا محمد يا طه، يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله. اوكي. يعني الكل يزاوج في الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يتشفع بالرسول، يعني كما واضح نقول يعني نعم واضح واضح، لو إيه تقرأيها بس قراءة ممكن نفهمها. قراءة أوكي. هاد عليا وحش الرسول ذاتي الفراق فناها، هاني بين التلج والضا قلبي مقواه. الكسدة في أرض فاس عالم بها مولاها، الروح في طيبة طيبة عقلي حاروتاه. ضراري حتى طبيب في الدنيا ما دواها، إلا تاج المرسلين من فاق حسن بهاه. الطيور السما دخيل السلكة ومن قراها، عيروني جنحانكم نوصل طه ونراه. يا الله يا الله، جدا صدقت. كلام تعرفي انا شعر المتوقف يعني من الله يخليك، الله الحضره يخليك، والشعور، ما الله شاء الله. يخليك. وصوتك، انا الان فهمت ليش انت تعشقي هذا الشعر، يعني الان عرفت حبك لهذا الشعر. الله يسلمك. بدي اسالك سؤال. نعم. معظم هذه الاشعار والقصائد كانت تردد في المساجد وحضرات الرجال،
كونك امرأة، هل عانيتي بغنائك لهذا النوع من المدح والفن؟ هو الحمد لله، يعني كما نقول هذا الشعر الذي وجد يعني منذ عهد الموحدين، يعني منذ 524 ميلادية الموافق ل 672 هجرية، شوف حال من قرن وهذا الشعر يعني موجود بالمملكة المغربية. بغيت فقط نوضح قبل ما نرجع لسؤالك دكتور جمال، يعني هذا اللون الغنائي فعلا كان حكرا على الرجال، ما كانوش أصوات نسائية ممكن أنها تولج أو تغني أو تجلس مثلا تعمل حضرة ربانية أو تنشد يعني بشوق مع الرجال أو كذا. لكن يعني في الزمن البعيد كانوا نساء مهتمين بهذا اللون الغنائي، لكن كان مقتصر فقط على الجلسات النسائية، يعني ما يمكن لناش يعني تنشد المرأة وسط المجمع الرجالي، بل تنشد المرأة وسط المجمع النسائي. وكانوا ما شاء الله صحيح. كانوا أصوات رائعة، وكانوا ناس يعني حفظة لهذا اللون الغنائي الأدبي، وكانوا كذلك يعني ما شاء الله يعني زمنهم جميل، لأنه كانوا يتكلمون بالشعر، يتكلمون بخطابات شعرية، يعني لما المرأة يعني تقول مثلا بيت شعري وتنتهي تأخذ السيدة كذلك من عندها الكلمة، وهكذا إلى أن يعني اوكي، الكل ينشد ويغني. حتى في الغزل والحب، حتى في نعم الغزل والحب، نحن عم نحكي على الغناء، على يعني المديح، بس حتى في نعم الغناء مثل الغزل والحب، هل كان ايضا صعب على المرأة؟ ايضا صعب على المرأة، حتى في مع انه الغزل. بالمدرج نرى العديد من الفرق النسائية، يعني المغرب نعم العربي غني جدا والثري نعم بالفرق النسائية، موسيقية النسائية، ويتميز بها عن باقي الدول العربية. مزبوط كلامي ليلى؟ صح، بالفعل نسرين، عندنا مجموعات خاصة في الشمال، يعني في الشمال مدينة طنجة تطوان معروفين بالأشواق النسوية، ومعروفين كذلك بالأشواق اللي كيعملوا الحضرة الربانية. نعم. عندنا هل كانت مجموعة بمثابة ثورة؟ هل كانت بمثابة ثورة؟ يعني بوقت من الأوقات يعني ممكن نقول أنه ثورة، وأنه كذلك تحدي، لأنه المرأة لما أخذت على عاتقها إنشاد الملحون أعطته جمالية رائعة جدا، فعلا يعني فعلا لما تنشد المرأة القصيدة، أنا بالنسبة إلي يعني لما أخذ شعر، كيف ما كان الشعر، إذا لم يسكنني الشعر ولم يلبسني الشعر ولم أحس بجمالية الشعر وصوره البلاغية وكثرة يعني الاماجيناسيون، كثرة الأخيلة اللي كيخليك فيها مثلا شاعر الملحون، أنك يعني تروحي بالمخيلة ديالك وتتهيئين لنفسك انك انت الشاعر او انت البطله او انت المعشوقه او انت المحبوب او الى اخره. يعني لما ينشد المنشد القصيده ويكون متمكن فعلا تصل، كما قال دكتور جمال، يعني ما ينبع من القلب يصل الى القلب، وانا اؤمن بهذا، يعني حاسه. المرأة نعم المغربية جميلة، الله يخليك، والجميل لا يغني إلا جمالا الله وروعة. يخليك، الله يخليك فيعني دكتور. أكيد الآن معنا في ضيافتنا كمان الدكتورة كاثي كيرفر. خديجة. خديجة رائعة. I'm really sorry أني جيت متأخرة بزاف، لأن كان عندي لكتشر، يلا كي ساليت. ونسرين الله أوكي. يسامحك. أهلا تفضلي دكتور بك يا كاتي، حبيبتي، تفضلي هذه المغرب حبيبتي. العربي أسمع بك. خلتها لك نسرين مفاجأة خديجة. أهلا بك تهدئة المغرب العربي الله يحفظك، الله يحفظك حبيبتي، ليلى مريني، أهلا الله بالدكتور، يحفظك، وشكرا شكرا. أنا الله فرحة يحفظك. جدا أنك جبتيني قدام هاد الجوج. في الحقيقة أنا كنقولها ليلى، كنقول لها نعم جيتوا في وقت اللي كنقيو لينا الأذن ديالنا، صحيح تنقات صح باش نتقات
الفن البديع يعني نسرين، انا كنشهد عليها كم من مره بتجيها دعوات وترفضها لان نعم مش راقيه. هذه صحيح نسرين فعلا وليلى فعلا كذلك، فعلا وليلى فعلا كذلك، هذول الاثنين فعلا يعني الفن العربي الاصيل ما شاء الله. الحمد لله الله انه يخليك، موجود في حياتنا، الحمد الحمد لله لله. الحمد لله. الله يحفظك الحمد لله خديجة، الحمد لله الله يحفظك الحمد لله حبيبتي، رمضان علينا كلنا. يا رب أمين. وواحد الإضافة صغيرة ليلى، نعم المرأة اللي نعم كيغنيو، لا عرفش نكتب نهضر بحال العربية ديالك الفصحى، ولكن كان نحاول ندير واحد المزيج ما بين المغربية والفلسطينية، أوكي لأن اللي درسني عربي أصلا كان أستاذ فلسطيني أوكي الله يذكره بخير. المرأة المغربية جات وشاركت حتى مش في التراث خارج المغرب نعم العربي، نعم خارج صاروا الناس بنحكي حكاوي على تراث عشناها في المغرب، أسمعها في بلدان تانية يقولوا قصص. نعم وعلى ذكر المثال يعني ترحما على الفنان البديع يدير الله يرحمه، الله يرحمه. كيف طلع الأغنية البربرية؟ أنا ما بفهم في أمازيغي، بس صح أنا الأغنية اللي تبع اي ناي نوفا يعني بابا النوفا، بابا النوفا، ذا سويري بريري، اتوني المدينة. أغنية جميلة جدا. سمعينا ياها يا الله ليلى، يلا. رائعة، الله ولا في الكلمات، ولكن اللحن، الموسيقى صح بتصير ما عندهاش كلمات، الأذن بتسمعها. وسبحان الله يعني أنا في بعض الأحيان بيسألوني نعم الناس أنت بتسمعي الأغاني، أنا ما بفهمها، ما بفهم الكلمات، نعم ولكن بتقول نعم القلب. وسلام هذا حارة، خديجة، شكرا. خديجة هذا 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 باش نقولوا بأنه الموسيقى هي لغة عالمية لا تحتاج إلى أكيد ترجمة. الموسيقى هي لغة المحبة، لغة المحبة، لغة التعايش، لغة السلم، لغة الصفاء. يعني أكيد ممكن نسمع حتى الهندية، أنا أحب الغناء الهندي، يعني أكان هندي أكان عبري أكان أمازيغي أكان، يعني هو لما تجدين اللحن وتجدين الكلمة جميلة خلاص، يعني هذا هو الفن الراقي. دكتورة، ما شاء الله عليك. كاثي، أنت تكلمت الآن عن الفنان قدير المبدع الله يرحمه، حبيبتي تقدر تعطينا لمحة عنه خاصة الجمهور اللي ما سمع له كتير، لأنه هو غنى أكثر شيء بالمغاربي وبالأمازيغي. لا، وغنى بالفرنسي، يعني غنى رسالة إلى بنتي لتخ دو أمافي، يعني غنى حتى بالفرنسي. لا غنى بالفرنسي بس بطابع ما بعد عن الطابع الأمازيغي، ضل بالطابع نعم الأمازيغي. أغنية لازنافور لابوهيميا غناها بالطابع، خداها كلمات فرنسية صرفتها وظلت طلعت أكثر من رائعة، طلعت. هو فنان من أصول قبائلي يعني أمازيغي، عفوا وطبعا كافي، عفوا على المقاطعة، عفوا، ولكن لو ممكن نتبتي لجهاز التليفون عشان الصوت يكون أوضح وما الصوت يكون في ريزونانس، يعني أو ما يكون في عفوا إيكو أو دايك أوت أند إن أند أوت، فهمت علي؟ خليني أنا هطلع وهرجع تاني، استني. إن شاء الله. أوكي طيب، في مفاجأة أو في طلب، طبعا إحنا مش محضرينه الجمهور، يعني ما تتفاجئوا، في طلب بطلب نغني أغنية مشتركة بين ليلى ونسرين. طبعا ايه ليلى، نسرين، نعم اللي ما بعرفها بتغني تراث فلسطيني، بتغني أغاني شعبية الله عربية، نعم غنت معنا في حلقة كاملة وكنا باستضافتها. الآن الأستاذة ليلى حتكون معنا، فإيش حابين تعملوا شغلة مشتركة هيك؟ تقدروا تسووا شيء؟ ليش لا؟ والله شو ليلى، ممكن نغني لسرين؟ شو ممكن طبعا تخليدا لذكرى أدير،
انا كثير حبيت سمعتك عم تغنيها، طبعا هدندنتيها شوي، لو بتغنيها وانا خليني اعطي اللحن من عندي عشان انا ما بدي الكلمات، يعني انا ما حفظ الكلمات، ما حفظ الكلمات يعني ديال الاغنيه، الاغنيه حفظ فقط ايه، ما حفظ كلمات، ما عندي كلمات. بنغني ولا المطلع طب شو رايكم باغنيه وين الملايين؟ شو رايكم فيها؟ انت نغني وين الملايين، يلا انتم بتحبوها، يلا انا تركت لكم نغني الستيج. وين الملايين. اوكي هخليك تبلشي ليلى عشان طبقة صوتك اتاكد انه اوكي انا بلحق. مناسب. تمام تفضلي. وين الملايين، الشعب العربي وين، الدم العربي وين، الشرف العربي وين، وين وين. وين الملايين، الله الشعب العربي وين، الغضب العربي وين، الشرف العربي وين، وين الملايين، وين وين. الله معنا، أقوى أكبر من بني صهيون. تفضل. يقتل يدفن يسكن يقبر أرضي ما بتهون، دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون، الثورة رجال ما تشرب المال، ثورة شعبي في يده حجارة تحدى أساطيل، ضحى بكبارة وصغارة. الكلب راح في مشكل، وين وين راحت وين الملايين. طيب لك. احنا اعتقد صار في عندها مشكل، هاي رجعت الاستاذ. اوكي عفوا، الكونيكتيو يا نو وريز. ابدعته الله يعني، يسلمك. جميل جميل. انا عندي سؤال، انا بالصدفه انا ببحث عن ليلى المريني، نعم وجدت يعني موسوعة في الغناء، لم أجد بس فقط مغنية أو منشدة، وجدت موسوعة في الغناء، كتب عنك الكثير واستضافك الكثير ولنا الشرف أن تكوني معنا. لكن الله ليلى يسلمك. المريني عملت شيء، الأستاذ الدكتورة كاثي يمكن معنا كمان، يس، ليلى المريني عملت شيء لم يعمله الكثير من المنشدين الثقافيين أو المنشدين الفولكلور، مزجت نعم الجاز مع الأغنية المغربية، وقمت أعتقد في فرنسا بغناء مديح للرسول صلى الله عليه وسلم مع فرقة. أعطينا صح. هذه الخبرة، إيش الفكرة هاي الرائعة؟ سؤالك مهم دكتور جمال، وهذه التجربة كانت من التجارب اللي أثرت في شخصيتي وحياتي كثير جدا، لأنه أنا اشتغلت مع جون مارك بادوفاني، سيتان ساكسوفونيست أرانجور اللي يقيم بمدينة تولوز، جا المغرب بغا يدير ان بروجي، يعني يريد ان يسوي مشروع غنائي عملي فني ويكون فيه يعني اصوات من مختلف البلدان. لما اجى المغرب يعني اقترح اسمي انا، وفعلا كان لقاء مع الفنان الكبير بادوفاني، جلسنا تحدثنا عن نوعية المشروع. والجميل أننا قدمت يعني تراث بلدي وثقافة بلدي، غنيت الملحون وغنيت الغرناطي، الموسيقى الغرناطية بآلات موسيقية غربية، يعني بآلات غريبة على الألوان التراثية المغربية. يعني غنيت قصيدة البراقية اللهم صل على النبي بالجيتار باس، لاكورديون، لا فيلارو، ساكس اي لا باتري، يعني هادو كلهم آلات دخيلة على التراث. لكن الجميل هو أننا يعني حافظت على القصيدة كما هي، وأبدعنا موسيقيا، يعني
أبدعنا في التوزيع وأبدعنا في التلحين، وكانت تجربة جميلة جدا. افتتحت بها مهرجان جاز بالرباط، مهرجان الدولي العالمي جاز بشالة. غنيت هذا المزج بدال أوبرا بديجون، غنيت بباريس، غنيت بتولوز، ويعني وكان ما شاء الله، يعني كانت تجربة رائعة. واللي كما سبق لي أن قلت أنه يعني الموسيقى هي لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. صحيح. الموسيقى هي لغة المحبة والسلام، هي لغة التعايش، بحيث كانت الفرقة كلها فرنسية، وكنت أنا من المغرب، حورية عيشي من الجزائر، مايا بافيوسكا من ماسيدوان، وغنينا يعني مع بعض، وختمناها بما يسمى لو شون دو رابيل، ختمناها بقطعة جميلة ديال مجموعة مغربية اللي كتسمى عندنا ناس الغيوان، اللي هي مجموعة تراثية، وغنينا يعني مع بعض، وكانت تجربة جميلة وتجربة ناجحة جدا جدا جدا. يعني أنا بعتبره هذا إبداع، إبداع إنك أكيد تمزجي أكيد الثقافتين مع بعض، وأتوقع إنه أكيد يعني خطوة يحتذى بها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نسرين، شو رأيك نسمع إشي من هذه الأغنية؟ أنا حابة؟ بحافظ أغنية أمازيغية، يعني أوكي. بحافظ اللحن وشوي الكلام، اللي هي طبعا جددت. أنا مع الانوفيشن، يعني مع إنه نطور الأغنية حتى الكل يسمعها بجميع أشكالها وألوانها، طبعا مع المحافظة على طابعها الأصلي للأغنية، مش إنه ناخذ الأغنية الأصلية وناخذها ونقلبها ونعملها نعم ونشوهها، لا بالعكس. نعم أنا مع المحافظة. أنا بالمناسبة حأذكر فنان حمزة نمرة اللي أخذ أغنية إيناس إيناس، وطبعا إيه أغنية مغربية، نعم أغنية أمازيغية مشهورة جدا، نعم 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 وطبعا عمل توزيع جديد لإلها، وطبعا الأغنية رائعة انشهرت جدا في جميع بلاد العالم. مش عم بالفعل بقول إن هي ما كانت مشهورة أبدا، لكن هي يعني انشهرت أكثر. اللي نعم هي حضرها ليلى ولا أغنيها أنا؟ غنيها، لأنه أنا بيني وبينك ما حفظها. وهي يا هي ديال مريم، مغني رائع مغربي ديال سي محمد درويشة. شكرا، نعم شكرا نعم ليكي. تفضلي. وين ناور يو فيك، وين ناور يو فيك، وين ناور يو فين، ما غاسي شو نادت من بس إناسي ناسي، لا 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 لا، يا إناسي ناسي، لا 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 لا، إناسي ناس، ما يريد ما يريخ داسي خزمن، وإنا وريوفي، وإنا وريوفي، وإنا وريوفي، نمغاسي شو نادتم، إناسي ناس، تيرا را را را، إناسي ناس، تيرا را را را، إناسي ناس، ما يريخ ما يريخ داسي خزمن. آه الله، أبدعتي يا نسرين. أنا بالمناسبة يعني نحن بنحكي على غنية أغنية من التراث الأمازيغي اللي أنا يعني سبحان الله أعشقه، مع إني ما بفهم الكلمات، لكن اللحن جميل يوصل للقلب، يوصل جميل جميل للروح، جدا. ويحاكي الوجدان. نعم وبمناسبة يعني ما بعرف إذا الدكتور كافي معنا ولا لا، بعد ما طلعت سمعت، للأسف يا طلعت إحنا كنا نذكر الفنان إدير اللي كان له يعني كونتريبيوشن كثير كبير للتراث البربري والأمازيغي. صح مظبوط، ساعديني ليلى بهالموضوع إذا فيك تخبرينا شيء، لا حتى كمان يعني نذكر يعني فنان كبير من العالم، يعني العالم العربي المغربي، المغرب العربي. هو الفنان إدير، يعني مهما نقول في حقه لن نوفيه حقه، لأنه فعلا هو فنان من طراز العالي. أنا أحب أغانيه، أحب ستايله في الغناء، يعني كيف يوصل الغناء الأمازيغي الجزائري بطريقة جميلة جدا وطريقة مرنة. ويعني لما تسمعي التوزيع والآلات والموسيقى تحبي أنك تحفظي الأغنية، يعني مباشرة.
أنا أعشق الألوان الغنائية الجزائرية فعلا، هم كذلك أهلنا وأحبابنا وجيراننا وأصدقائنا، يعني أبدعوا في سواء في التراث سواء في الغناء الأمازيغي. أنا نقدر نشبهه بالفنان المرحوم الرويشة، يعني لأنه الرويشة عنده خالدات وعنده قطع اللي هما رائعين جدا. الشعر الأمازيغي شعر جميل، ويكفي أننا يعني إحنا الآن كنردد الأغاني ديال هاد العمالقة ديال هاد الفن الجميل والرائع اللي هو الفن الأمازيغي. شكرا لك يا ليلى. دكتور جمال، سؤال من عندك؟ أنا يس أنا معك. الأستاذة الدكتورة كاثي بتقول إنها ما حتقدر تكون معنا، عندها مشكلة في البرودكاست. أنا بتمنى تمام، الدكتورة كاثي تقدر تكون معنا الحلقة القادمة إن شاء الله، حنحكي عن الثقافة الأمازيغية، ويمكن الدكتورة كاثي تعطينا أو تساعدنا في هذا الشيء. راح يكون معنا صديقة من البربر حتحكي عن هذه الثقافة. إن أستاذة شاء الله. ليلى، نعم، بدنا نسمع إشي أنت بتحبي تسمعيه لجمهورك، أغنية أو ملحون أحببتيها، يعني أغنية أحببتيها وبتحبي. أنا عارف أنت بتغني من القلب، عشان هيك بدنا إشي يوصل للقلب. صح. شو الأغنية أحبها؟ يعني أنا أعشق كل أغاني، كما أقول أعشق الفنون أينما هبت نسائمها، لكنني دائما أحتضن فن الملحون بكل جوارحي. شو حابين تسمعوا دكتور جمال؟ غزل، حب غزل، غزل، حب كل أنا غزل. مديح، مديح النبي أوكي، عليه السلام. نبقى في تخصصي اللي هو الملحون، وراح أسمعكم قصيدة جميلة جدا، قصيدة عنوانها غيتا. غيتا هو اسم لامرأة، مفهوم يعني هو اسم لامرأة. تقول القصيدة: قولوا لالا غيتا مولاتي، جود بوصالك عالعشيق يام الغيت. قولوا لالا غيتا مولاتي، قال يا سيدي عمدا عالعشيق الكاوي، كيف بنار البنات مهما يقول خمدت نار وطفات، حين ينظر حسن الخضار كيراها زندت وقدات، حتى عاشق مسكين ما اصطاب منام ولاقوت غير يشاهد الريان كيشاهد بيبان الموت، والزين على المملوك اللي سيرته سلطان كيجور ويعدل يا معطاته، ونفس يروقاتي الله يا لالا، ونفس يروقاتي الله يا لالا، نسعى رضاه وقف الباب ولا نقول مليت. قولوا لالا غيتا مولاتي، جود بوصالك عالعشيق يام الغيت. قولوا لالا غيتا مولاتي. الله لا، يعني انا يعني صراحه I'm getting goosebumps. الصوت، مش بس الصوت، الاحساس، الصوره اللي عم ترسميها بصوتك، يعني بجد هذه ما بنشوفها دائما هلا بالوضع، يعني بوضع الاغنيه الحالي اللي نحن هلا فيه بالعصر الحديث. فعم بترجعينا هيك مجد الاغنيه العربيه، حتى لو انها باللهجه المغربيه طبعا، لكن مجد من ناحيه الكلام، عمق الكلام، المعنى الجميل النظيف اللي كله رقه وكله جمال. يعني هو زخارف، انا عم بسمعك بتغني، هي زخارف
غنائية صح صراحة. بالفعل بالسلام. بالفعل 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 احنا بنقول درر 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 نعم فعلا درر. درر صح. جودي يا ليلى جودي جودي علينا جودي. بدي نعم أسألك سؤال أستاذة ليلى، نعم ما هي الصعوبات التي والتحديات المخاطر اللي بتعرض لها الغناء التراثي بشكل عام والمغربي بشكل خاص؟ والله هي المخاطر أو الصعوبات يعني تكمن، أنا دائما أقولها تكمن أننا لا نعطي لهذا اللون الغنائي أو الألوان التراثية بصفة عامة، لا نعطيها الحق ديالها، لا نعطيها حقها، أكان يعني على مستوى الإعلام أو برمجة المهرجانات، رغم أنه في مهرجانات، يعني في مهرجانات محلية اللي كتهتم بهذه الالوان التراثيه، لكن حنا يعني انا بالنسبه لي هي قليله جدا. لماذا قليله؟ لانه في هذا الوضع في هذا الزمن اللي حنا كنعيشوه، يعني كل ما ابدعنا وكل ما يعني استطعنا ان نكثر من البرامج الثقافيه والمهرجانات اللي كتحافظ على التراث، كل ما اننا كنعملوا على الحفاظ على أهم الثوابت الهوية، أنا دائما أقولها أهم ثوابت الهوية ألا وهو التراث، يعني التراث بصفة عامة. لازم علينا أننا يعني نقدروا نوصلوه أو نعرفوه للجيل الرابع، لا نوفيل جينيراسيون، يعني كما قال دكتور جمال في زخم هاد الموجات الغنائية والمواقع ديال التواصل والغناء يعني السريع، مثلا يعني الذين يدعون الفن ويدعون أنهم فنانين وهم أشبه فنانين، يعني يحلم بالأغنية ليلا وتصبح يعني غدا تصبح الأغنية على مواقع التواصل وعلى اليوتيوب، وحققت صحيح نسبة مشاهدة كذا وحققت البوز وحققت، ويعني ويتركون يعني ما هو صح وما هو جميل، يتركون الهوية، لأنه كل عربي منا إلا وعنده واحد النغزة واحد الغيرة على ثقافته. وأنا أقول يعني الفنان اللي ما كتكونش عنده خلفية ثقافية بالنسبة لي ليس فنانا، يعني الفنان اللي ما يكونش حامل واحد رسالة معينة، كي ما يكونش حامل واحد الهاجس واحد التخوف انه يعني يحافظ على تراثه، وفي نفس الوقت يعني يشتغل ويعمل على ان يوصله الى الجيل الرابع، ولما لا ان يوصله الى العالميه وان يعرف يعني في مختلف مناطق العالم، لانه الحمد لله رب العالمين الدول العربيه، يعني كل الدول العربيه عندها زخم وعندها تراث وعندها يعني ثقافة جميلة، فقط أنا كنقول يفسحوا لنا المجال ويعطيونا المجال من أجل أننا نوصلوا هذه الألوان التراثية إلى أبعد الحدود. أنا كان عندي سؤال إلك ليلى، للي كل نعم اللي عم يحضرونا هلا، اللي كل اللي عم يشاهدونا، إذا حابين يسمعوا ليلى المريني غير عن اليوتيوب، يعني حابين يجيبوا سدي ل يعني سدي سدي ل نعم لليلى أو ام بي 3، هل لك أعمالك الخاصة بنفس الأنماط طبعا، كيف بيقدروا يحصلوا على صوت ليلى المريني يسمعوه، يعني عشان يحسنوا يجوا من المغرب يومهم؟ يسري يجوا المغرب والله كلهم ان شاء الله يتحقق، بس انا اذا انا يجوا حبيت عنا اعرف المغرب ولا انا اجي عنكم؟ نعم والله هذا طبعا جاي سؤالنا الثاني، هل نعم ليلى المريني لديها اعمالها الخاصة وكيف يمكننا الاستماع اليها؟ الحمد لله، يعني سجلت عدة ألبومات دائما بالنمط نمط التراث، يعني نمط الغناء التراثي، لكن أنا مقبلة مستقبلا بإذن الله أغنية عن أغنية يعني اللي لما أغنيها وأدندنها أحس إحساس وشعور يعني لا مثيل له، هذه غادي نخليها كمفاجأة يعني، وإن شاء الله قريب أن إن شاء الله
إن نتمنى شاء من الله. الله سبحانه وتعالى يسد علينا هذا البلاء، لأنه أنا غنيتها على أعز إنسان، على أعز إنسان عندي، وعلى شخص اللي نكن له نحن المغاربة كل الحب والاحترام والتقدير، وهو يعني على رؤوسنا من فوق. كلماتها رائعة جدا، اشتغلناها بطريقة ربانية، طريقة بدع سيء أن أقول، يعني طريقة ربانية، طريقة جميلة جدا. سوف تكونون أنتم الأوائل إن شاء الله اللي غتسمعوا ليها. إن شاء الله. كذلك في مجموعة ديال الأعمال اللي كنشتغل عليها اللي غتكون خاصة ديالي أنا، يعني ليست إعادة غناء التراث، لكن أعمال اللي هي خاصة قريبا إن شاء الله سوف نعلن عنها بإذن الله. إن طبعا شاء الله. أنا عرفت إنك رحتي على أمريكا وعملتي بعدة نعم ورشات عمل نعم وتدريس وتعليم عن الفن الملحوم، لكن صح. ماذا بشأن كندا؟ كندا لا زلت أنتظر الدعوة. إن شاء الله. لما لازم يستدعوني الإنسان منعوني، للغربية لما يستدعوني هذا راح يكون يعني شرف، وراح يكون يعني قمة سعادتي أنني نجي نزور أهلي بكندا ونعطي محاضرات ونعطي دي زاتولي دو ترافاي حول التراث وحول الهوية الثقافية، يعني وما أحوجنا فعلا، ما أحوجنا على أن يكون هذا التبادل الثقافي فيما بيننا، يعني أكيد. باستمرار باستمرار لكي نوصل يعني حتى للجالية العربية أو بصفة عامة، يعني نتعرفوا على الألوان التراثية الغنائية العربية. هذا جميل جدا، وأنا يعني سأكون سعيدة جدا باش نجي نزوركم إن شاء الله، لأن تجربة أمريكا كانت تجربة رائعة، يعني استضفت من جامعتين، جامعة تكساس أوستن وواشنطن سياتل، وأعطيت محاضراتي باللغة العربية لأن الطلبة يدرسون اللغة العربية الفصحى. واللي أبهرني بالولايات المتحدة الأمريكية هم أنه يعني الطلبة اللي غنوا معي هم طلبة يعني ما عندهم ولا علاقة باللغة العربية، وغنوا معي رفق يا ملكي بعبدك واعطف يا صاب غنيان، وغنوا رائع. معي اللهم صلي على النبي راكب البراق، ما يناهز عن 50 كوغيست، والفرقة ما شاء الله كبيرة بمختلف الجنسيات، يعني وحاولوا أنهم يعزفوا معايا التراث، وأنا يعني كنت في قمة السعادة أنني اشتغلت. وفي جامعة واشنطن سياتل استقبلني الدكتور فيليب سكايلر، يعني أول طالب عمل الماستر في الملحون، رجل كبير كبير ما شاء الله عليه، يعني استقبلنا بواحد الحب ويحكي لي على المغرب، والزوجة ديالته يتقنون اللكنة المغربية سبحان الله. بشكل خطير، وتتحدث معي الزوجة دياله سيدة الله يحفظهم ويطول عمرهم يا رب. وكان لي الشرف أنني أطرت أمريكية مسلمة عملت دكتوراه في الملحوم، ما شاء الله ما شاء كان الله، لي يعطيك شرف. نعم فعلا فعلا نعم شيء يجلب قمة السعادة للفنان عندما يرى تفاعل ليس فقط الجمهور العربي معه، ولكن أيضا جمهور غربي لا يفهم حتى اللغة، أكيد ولكنه أكيد لديه الشغف لكي أكيد يتعلم ولكي يغني أكيد هذه الألوان. يعني صح أنا طبعا عم بشتغل مع طالبة بتحضر رسالة دكتوراه، اوكي، أيوة ورسالتها في التراث الفلسطيني، فدائما الله بسلم منها رسائل سلام دلعونة والظريفة الطول، يعني دائما انا بجاوبها على الاسئله علشان تحطها في نعم البحث بتاعها طبعا. يعني شيء فعلا يجلب لي الفرح والسعاده ان ارى صح طلاب غير عرب حتى يبثقون، يعني نعم عمليه التوثيق لا نعم تراثنا الغني، وهذا ان كان دل على اي شيء دل على مدى غنى تراثنا بالمعلومات وبالجمال. فعلا أنا فعلا أتوقع فعلا فعلا أستاذة نسرين والأستاذة ليلى من السيدات التي نفتخر بوجودهن، لأنه أنتم حملتم، المرأة هي من تحمل الطفل، لكن أنتم حملتم ثقافتنا ونشرتوها عبر الكلمة والمغنى الجميل، وجعلتم حتى
حتى غير العرب يستلذون بها. فأنتم أمهات العرب، يعني نفتخر بكم ونشكركم على ما تقوموا به. بدنا نسمع أغنية لفلسطين، هل غنيتي لفلسطين شيئا؟ أو تحافظ أغنية لفلسطين؟ لم تتح لي الفرصة يعني أنني ولو مرة زرت فلسطين، وأنا أتمنى من كل قلبي يا رب آمين العالمين أن آمين. تكون في زيارة وأنشد لفلسطين وأنشد لي، لأنه العلاقة المغرب بفلسطين علاقة وطيدة جدا 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 وعلاقة حميمية جدا. أنا لم أغني لفلسطين، لكن وأنا أتصفح بعض الكتب وبعض الدواوين وجدت أن شعراء الملحون نظموا على فلسطين، طيب حلو، نظموا قصائد. راح أبعث لك معلومة جديدة. راح أبعث لك أنت والدكتور جمال، راح أبعث لكم قصائد ملحونة نظمت على فلسطين. يا الله، معلومة رائعة جدا، ما كنا نعرفها. شكرا لك والله العظيم، ممكن يكون في عمل مشترك بين نسرين وليلى قريبا. إن شاء الله. لما لا؟ يا ليلى، لإلي الشرف، والله إلي الشرف أن نجمع ما بين يا تراث ريت الفلسطيني أو تراث الشامي حتى بشكل عام، يا رب. التراث اي المغربي، نعم ونوصل الشعوب ببعضها البعض من صح خلال الكلمة الطيبة والجميلة واللحن الجميل نعم والحب كمان، يعني مزيج من الحب واللحن والكلام الجميل. أكيد أكيد إن أكيد. شاء الله مشروع حلو جدا. شكرا دكتور لا جمال، فكرة رائعة يعني. طب نتمنى شو في التحدث قريب. أندلسيات نحب نسمع إشي أندلسي. أها ممكن. أنا ماني فياش أشعلي يا مني، نقلق من رزقي لاش ولا خالق يرزقني. أنا عبد رب له قدرات يهون بها كل آمر عسير، فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير. مني أشعلي وأنا عبد مملوك، والأشياء مقضية ما في التحقيق شكوك. ربي نظر فيا وأنا نظري متروك، فلا أرحم ولا أحشى من نطفة صورني. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. الله 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 الله، سلام. الله يسلمكم. رائعة يعني جدا، موشحات رائعة جدا. درست أنا ثلاث بعدكم معي أصدقائي، سوري. في ليلى، في موشح حلو كتير بمناسبة شهر فضيل اسمه يا هلالا. يا يا هلالا، موشح أندلسي. يا هلالا يا هلالا هلالا يا هلالا، غاب غاب عني واحتجب. سمعتي؟ لا، هذا ليس موشح أندلسي على ما أظن. موشح أندلسي، صحيح، موشح أندلسي صحيح. بس لازم نعمل حلقة خاصة للموشحات الأندلسية دكتور جمال. أكيد إن شاء أكيد، الله. نتشرف نتشرف. بس إحنا عندنا الموسيقى الأندلسية فيها صنايع مختلفة. أكيد، يعني نعم لون يختلف، يعني لون يختلف عما غنيت. حتى القرطبي صح يختلف عن يس صح لأنه هذا موشح، نقدروا نقولوا موشح عربي. موشح هذه من عربي. الموشحات العربية. ما تعريف الموشح للي ما بيعرف شو معنى موشح؟ كيف بتعرفي الموشح؟
هو الموشح يعني عبارة عن صنائع، لأنه ما بحثت فيه كثير، بس احنا عندنا الموشح الأندلسي هو عبارة عن صنائع أندلسية، يعني بعد سقوط غرناطة وهجرة العرب المسلمين اللي أجوا إلى المملكة المغربية، جابوا ما يسمى بموسيقى الآلة، أوكي؟ واللي راحوا على الجزائر أخذوا الموسيقى الغرناطية، واللي ذهبوا إلى تونس أخذوا موسيقى الملوف، لما نسمع الملوف التونسي. لكن هذه الألوان الغرناطي والملوف التونسي عندهم تأثير بالموسيقى العثمانية، بحكم أنه العثمانيين دخلوا إلى الأندلس والجزائر لكن لم يتمكنوا من الدخول إلى المغرب بطبيعة الحال، لأنه كانت آنذاك يعني السلاطين أقوياء اللي مروا بالمملكة المغربية. الموشح الأندلسي يختلف عن الموشح العربي، لأنه لما نحكي عن الموسيقى الأندلسية أو موسيقى الآلة التي تتكون من 11 نوبة وخمسة ميازين، 11 نوبة وخمسة ميازين، لما نسمع يعني في القصر الملكي عندنا ما يسمى بالموسيقى أو الدقة الخمسة وخمسين، 55 بمعنى خمسة ميازين، ياك؟ في 11 صنعة، 11 كما قلت 11 نوبة، يعني 11 نوبة في خمسة تعطينا ال 55. يعني بتذكرينا هذا بالزخارف، الزخارف على المباني في المغرب، قديش في إيه، نعم زخارف، زخارف يعني التراث المغربي مثل هذه الزخارف. فعلا صح فعلا بالفعل، لأنه الحمد لله رب العالمين، يعني بتنوع مناطق المملكة المغربية بتنوع ألوانها التراثية. لما نمشي على الجنوب يعني الأقاليم الصحراوية نجد الغناء الحساني، نجد الشعر الحساني، نجد الغناء الأمازيغي، الشعر الأمازيغي، نجد كذلك ما يسمى بالغناء البدوي، عبيدة الرماة غناء بدوي، الغناء الجبلي أو العيطة الجبلية، أنواع من العيطة وأنواع من يعني في زخم وفي تنوع جميل جدا في التراث المغربي. يعني أبدعتي صراحة، وأنا الله كثير يحفظك، مبسوط إنه نسرين كانت معاي اليوم أكيد بركة كمقدمة، عليك، لأنه أعطت نكهة برضو للحلقة أكيد أكيد، وسعيد بتواجد نسرين، صراحة. شكرا شكرا لكم. كل ما أسمع أهل المغرب يتحدثون عن عشقهم للمغرب، أحب المغرب أكثر وأكثر، وأحب الله يعني إن يحفظك شاء الله نقدر نزور المغرب، لأنه يا رب، ما بتتكلمي مع واحد مغربي غير يلحن بحبه في المغرب، يغني بحبه في المغرب، يتكلم شعرا بحبه في المغرب. فالله يحفظ لكم يا المغرب رب ويحفظ المغرب للعرب إن شاء الله. يا رب، أمين، يحفظكم جميعا يا رب. يعني بتحس أنا فخرا بالنسبه لما تدخل على اي بيت شخص مغربي، من يعني من الباب، اول ما نعم تدخل يعني التفاصيل، جمال التفاصيل من نعم الضيافه حتى الكلام، لا يعني لا يمل، لا يمل ابدا. يعني ما بعرف، هناك جمال وسحر للمغرب، نعم يمكن نحن دائما نتشوق انه نعرفه اكثر واكثر. ودائما انا كنت احكي لاصدقائي، ليش نحن بنروح على اوروبا مثلا، على فرنسا وعلى ايطاليا نصيف؟ نعم في عندنا مناطق بالبلاد العربيه، بالمغرب خصوصا بالمغرب العربي، يعني أكيد بتحس نفسك كانك قاعد في كناري ايلاندز او اماكن خلابه جدا. ليش نحن ما نروح فعلا ونستكشف الحضارات الموجوده نحن عندنا في بلادنا العربيه التي أكيد نفتخر بها، أكيد صحيح؟ أكيد، والله يعني ألف مرحبا بكم، تنورونا وتشرفونا وتيجوا وتكتشفوا المغرب يعني بجماليته وبكل شيء إن شاء الله يا رب. كلنا حنروح، بدنا كلنا. مهرجان عربي، عربي من الطراز الأول يا دكتور جمال بكندا، ونستضيف مهرجان. النون مينستريم ارتست، يعني الفنانين اللي هم طبعا معروفين في بلدهم او معروفين بالوطن العربي، ولكن لا يحظون ب
كامل حقهم من الناحية الإعلامية أو من صح الناحية الدعم، صح دعم الإنتاج يعني. فهدول الفنانين نحن نكن لهم كل الاحترام والتقدير، لأنه مجهودهم مجهود شخصي، أكيد ما في فعلا عندهم جهة داعمة لهم، صح؟ أكيد فعلا أكيد فعلا صح أكيد. أستاذة ليلى، أنا للأسف يعني الوقت يداهمنا، وتعرفين نعم فرق الوقت كمان بين المغرب وكندا، حابين نعطيكي آخر دقيقة توجهي رسالة فيها لأهلك بكندا المشاهدين. والله يعني كما كنقولوا كان الحوار معكم جميل جدا، وأنا أسعدت بهذا اللقاء أنني يعني تحدثنا ولو قليل، يعني قليل جدا عن بعض من الألوان التراثية، ما تحدثناش بعمق يعني على أدب الملحوظ، لأن لازم نسوي له حلقات ولكل الألوان التراثية. أسعدت بلقائي معك دكتور جمال ومع نسرين العزيزة والغالية كذلك، ومع سي أن أقول وأن أوجه يعني محبتي ومودتي لكل الجالية العربية المقيمة بكندا ولكل الجالية العربية المقيمة بمختلف دول العالم، وأقول لهم أنني فعلا أسعد دائما بلقائهم، وأتمنى من الله ومن المولى عز وجل أن يرفد عنا هذا البلاء وأن يحفظنا بما حفظ به الذكر الحكيم، وإن شاء الله تعالى نلتقي عن قريب، وأن تجمعنا فرص كثيرة للنقاش وللقاء يعني أن نوصل صوتنا وأن نوصل تراثنا إلى العالمية. وسوف أقول تالله تالله لو خيروني في محبتكم ما اخترت غيركم، والله ثم والله ثم والله والله لو فتحوا قلبي لما وجدوا في القلب غيركم، والله ثم والله ثم والله ثم والله. هكذا أنتم أحبائي وأعزائي وكل من يشاهدوننا أو يسمعوننا في مختلف دول العالم. رائعة أنت يا ليلى، الله رائعة، الله 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 يخليك. الله، سوف بكل صدق يعني سوف أنشدها، هذا موشح أندلسي طبعا، وسوف أقول تالله لو خيروني في محبتكم ما اخترت غيركم، والله 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 لو فتحوا قلبي لما في القلب غيركم، والله والله. ما أجمل المزيج، مزيج المقامات اللي عملتيها ليلى في صوتك. شكرا لك، يسلم صوتك حبيبتي، الله يسلمك عليك، أسعدتي قلوبنا جميعا. يعني كلمة شكر لا تكفي، والحديث معك لا يمل، أكيد الله لا يمل. يحفظك، الله يحفظك يا رب العالمين، الله يحفظك. يعني أنا باسمي وباسم نسرين حابين نشكرك شكر جزيل. طبعا الجمهور والله 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 أحبك ودخلتي الله قلبه، يحفظك، الله يحفظك يا رب. ويعني الأسئلة لسه بتمشي يعني جاية، ولا بسألوك بسألوا، لكن نقول لك والله والله أسعدتينا الله وأحببناك يحفظك من دكتور القلب، جمال، وأنا كذلك. ونشكرك جزيلا جدا. طبعا لنا الفخر والشرف أن تكون الله يحفظك. بحضرتنا الأستاذة الكبيرة والفنانة عاشقة التراث الله يحفظك. والأستاذة ليلى المريني. ونذكركم بلقائنا اللي راح يكون اليوم الساعة 7:30، راح يكون معنا بث مباشر ل
قراءة القرآن وأذان المغرب، ثم في الساعة 10 سيكون معنا إن شاء الله لقاء مع خبير استراتيجي حول العلاقات الأمريكية الصينية، وسنعرج على العلاقات الصينية الكندية إن شاء الله. ونذكركم بلقاء غدا الساعة 6، راح يكون معنا المطبخ الرمضاني مع نادية، فنراكم على خير خلال أقل من نصف ساعة، وإن شاء الله تكون أيامكم كلها إن جمال شاء الله، وسعادة. إن شاء الله يا رب. مع رمضان السلامة. كريم، رمضان كريم. رمضان كريم، مع السلامة.